وفي الختام أود أن أعرب عن شكر خاص لحضرة صاحب السمو. اسمحوا لي أني أخرج عن النص. سموه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم. شكرا تميم بن حمد. وأود أن أعرب عن شكر خاص أيضا لوالدي ووالدي وأخواتي وأبنائي الأعزاء. لتشجيعهم لي طوال فترة دراستي الجامعية. تميم بن حمد آل ثاني اسمه بالكامل تميم بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم بن محمد آل ثاني. ولد تميم بن حمد آل ثاني في مدينة الدوحة في قطر يوم 3 يونيو عام 1980، عمره الآن 42 سنة. هو الابن الرابع للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والابن الثاني للشيخة موزة. المسند زوجة حمد الثانية. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورون في المملكة المتحدة عام 1997، ثم درس في أكاديمية ساندي هيرست العسكرية الملكية، وتخرج في عام 1998 وهو يجيد بالإضافة إلى اللغة العربية اللغتين الإنجليزية والفرنسية. محل الإقامة الديوان الأميري القطري. عائلة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هي آل ثاني. والد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. والدة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هي الشيخة موزة بنت ناصر المسند. إخوة وإخوات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، وجاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وجوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، ومشعل بن حمد بن خليفة آل ثاني، ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، وخليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهند بنت حمد بن خليفة آل ثاني. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو أمير دولة قطر الثامن والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتولى الحكم بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في بيان متلفز بث على تلفزيون قطر الرسمي في 25 يونيو عام 2013، مع استمرار ظهور والده في المناسبات العامة والإشارة إليه باسم الأمير الوالد. شغل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العديد من المناصب الحكومية داخل قطر، وكان في طليعة الجهود المبذولة لتعزيز الرياضة والحياة الصحية داخل الدولة القطرية. ويعتبر تميم بن حمد آل ثاني أصغر حاكم في دول مجلس التعاون الخليجي. تم تكليف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برتبة ملازم ثاني في القوات المسلحة القطرية عند تخرجه من كلية ساند هيرست العسكرية، ثم أصبح ولي عهد قطر في 5 أغسطس عام 2003 عندما قرر شقيقه الأكبر جاسم بن حمد آل ثاني التنازل عن ولاية العهد. ومنذ ذلك الحين تم إعداد تميم بن حمد آل ثاني لتولي الحكم، وذلك عن طريق العمل في المناصب العليا للأمن والاقتصاد. وفي 5 أغسطس عام 2003 عين نائبا للقائد العام للقوات المسلحة القطرية، وروج الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرياضة كجزء من جهود قطر المبذولة في تحسين مكانتها على الصعيد الدولي. فعام 2005 أسس شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تمتلك نادي باريس سان جيرمان،
وفي عام 2006 ترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية 15 في الدوحة، وتحت قيادته شاركت جميع البلدان في هذا الحدث للمرة الأولى في تاريخه في ذلك العام، وحصل على جائزة أفضل شخصية رياضية في العالم العربي عبر استفتاء في جريدة الأهرام المصرية. وتحت قيادته فازت خطر بحقوق استضافة بطولة العالم للسباحة 2014 للـ25 متر، وكأس العالم لكرة القدم 2022. ويذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عضو في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وقد ترأس أيضا طلب الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020. ويرأس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وتحت قيادته استثمر الصندوق المليارات في الشركات البريطانية، والجهاز يمتلك حصصا كبيرة في العديد من البنوك العالمية، كما يمتلك الجهاز حصة من رابع أطول مبنى في أوروبا وهو برج شارد. شغل تميم بن حمد آل ثاني أيضا عددا من المناصب الأخرى. زوجات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد أبنائه. تزوج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمرة الأولى في الثامن من شهر يناير عام 2005 من الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني. الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني ولدت في مدينة الدوحة في قطر يوم 7 ديسمبر عام 1984، عمرها الآن 38 سنة، وهي سيدة تحمل الجنسية القطرية الأصل وتعتنق الديانة الإسلامية مذهب أهل السنة والجماعة. الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني ولدت في مدينة الدوحة في قطر، هي سيدة قطر الأولى، الزوجة الأولى لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأم الأمير الأكبر الشيخ حمد، وابنة عمته عائشة بنت خليفة آل ثاني مديرة مؤسسة قطر الخيرية زراع قطر لدعم المنظمات الدولية. الشيخة جواهر من عائلة كبيرة في قطر وتنسب إلى أمراء وملوك دولة قطر، وهي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني أحد أكبر رجال الأعمال الداعمين للاقتصاد القطري وحفيدة وزير الخارجية القطري السابق سحيم بن حمد آل ثاني وحفيدة أمير دولة قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. تزوجت من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الثامن من شهر يناير عام 2005. كذلك تعد الشيخة جواهر هي بنت عم الشيخ تميم، أي لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى. أبناء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من زوجته الأولى الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني أربعة، وهم الشيخة المياسة وهي من مواليد 18 يناير عام 2006، الشيخ حمد وهو من مواليد 20 أكتوبر 2008، وهو الأمير الأكبر في أبناء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. الشيخة عائشة وهي من مواليد 2010، الشيخ جاسم وهو من مواليد 12 يونيو عام 2012. وتملك الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني عدد من الأعمال التي تديرها والمؤسسات وغيرها، ودائما ما تظهر في المناسبات العامة وتسعى لاستمرار دعم الشيخة معزة بنت ناصر المسند لها، وتستغل كافة علاقات الشيخة معزة مع المنظمات الدولية في ترسيخ سلطتها
وتأمين وضع ابنها الأمير الأكبر الشيخ حمد، ولديها العديد من الإنجازات التي حققتها في حياتها، ومنها حصلت على شهادة في درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، حيث تخرجت من جامعة خطر. ومن بين أهم اهتمامات الشيخة جواهر هو دعم مختلف الرياضات النسائية، وقد أطلقت في عام 2010 بطولة تحمل اسمها لكرة القدم النسائية، وخطفت سيدة قطر الأولى زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني الأنظار في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، وذلك خلال حضورها مباراة فريق بلادها مع الإكوادور. وظهرت الشيخة جواهر زوجة أمير قطر للمرة الثانية على العلن خلال استقبالها زوجات قادة الدول العربية والأجنبية في افتتاح كأس العالم قطر 2022 في استاد البيت، وتبادلت الشيخة جواهر الحديث حول عدد من الموضوعات مع زوجات قادة الدول العربية والأجنبية، ورحبت بهن في قطر متمنية لهن طيب الإقامة. وأثارت عفوية الشيخة جواهر خلال مباراة قطر والأكوادور إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل عدد من المغردين معها وأشادوا بجمالها وإطلالتها الأنيقة. وخطف الشاب القطري البطل غانم المفتاح انتباه ملايين الأشخاص حول العالم بمشاركته المبهرة خلال افتتاح فعاليات كأس العالم، فيما شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلته للعديد من الشخصيات الهامة عربيا وعالميا، ومنهم الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وعبر الشاب القطري البطل غانم المفتاح عن سعادته بلقاء الشيخة جواهر زوجة أمير قطر، وأعرب عن تشرفه بهذا اللقاء، وذلك بعد ظهوره اللافت في حفل افتتاح كأس العالم بقطر. ونشر غانم المفتاح عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته بالشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، وأرفقها بتعليق جاء فيه: أسعدني وشرفني لقاء سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدي. ويذكر أن أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني كان في شهر مايو الماضي، حيث رافقت الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارته إلى أسبانيا. ويعد هذا أول ظهور رسمي للشيخة جواهر مع زوجها الشيخ تميم في زيارة رسمية دولية خارج قطر للمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم من عام 2013. ظهرت زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برفقته خلال زيارته لأسبانيا، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وصور من الاستقبال الشيخة جواهر بجانب أمير قطر، صحبة ملك أسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة. وأشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بجمال الشيخة القطرية وأناقتها، حيث ارتدت بنطلون وبلوزة بأكمام ومعطف طويل باللون الأبيض، وحملت في يدها حقيبة صغيرة أنيقة. وفي صورة أخرى ظهرت الشيخة جواهر صحبة زوجها وملك أسبانيا وزوجته في القصر الملكي بمدريد خلال حفل عشاء جمعهم، وكانت ترتدي فستانا باللون الأسود. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لكلمة الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال حفل تخرجها من جامعة قطر بدرجة الماجستير.
وتداول نشطاء كلمة أشيخة جواهر التي وجهتها في حفل التخريج، والتي قالت في ختامها: أود أن أعرب عن شكر خاص لحضرة صاحب السمو، اسمحوا لي أن أخرج عن النص. سمو له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم. شكرا تميم بن حمد. وتابعت أشيخة جواهر قائلة: أود أن أعرب عن شكر خاص أيضا لوالدي ووالدتي وإخواتي وأبنائي الأعزاء لتشجيعهم لي طوال فترة دراستي الجامعية. وفي سياق متصل، تداول النشطاء مقاطع فيديو لردة فعل أشيخة جواهر بعد نزولها من على منصة التخريج وسلامها على والدها وتقبيل يده، حيث عقب حساب نديم قطر معلقا على مقطع الفيديو: سمو الشيخة جواهر بنت حمد حرم سمو الأمير تقبل يد والدها سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمة بمناسبة تخرجها من جامعة قطر وحصولها على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال. وحضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني قادة الدول والحكومات المشاركين في مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية، وقدم سمو الأمير وسمو الشيخة تعازيهم لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة الصديقة ولجلالة الملكة كاميليا والعائلة الملكية. تزوج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمرة الثانية في شهر مارس عام 2009 من الشيخة العنود بنت مانع عبد الهادي الهاجري، واشترى لها قصر على مضيق البسفور في تركيا حيث تعرف عليها في باريس، فقرر الارتباط الرسمي بها بعدما بهرته بثقافتها وجمالها. فالشيخة العنود الهاجري تعد الأجمل بين زوجات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. الشيخة العنود بنت مانع عبد الهادي الهاجري ولدت في مدينة الدوحة في قطر، وهي في العقد الثالث من عمرها عاشت وترعرعت في قطر، وهي سيدة تحمل الجنسية القطرية الأصل وتعتنق الديانة الإسلامية مذهب أهل السنة والجماعة. حصلت الشيخة العنود الهاجري على البكالوريوس في العلوم السياسية والأدب من جامعة ديوك، ودرست في معهد الدراسات الإسلامية في العاصمة الفرنسية باريس. ويأتي نسب الشيخة العنود الهاجري إلى عائلة الهاجري، وهي واحدة من العائلات العريقة التي كانت تسكن في منطقة شبه الجزيرة العربية، كما إنها لها فروع في الساحتين الاستثمارية والسياسية في دولة قطر. فوالدها مانع عبد الهادي الهاجري عمل في السلك الدبلوماسي القطري، فهو سفير دولة قطر في كل من مصر وسوريا والأردن. وتحرص الشيخة العنود الهاجري باستمرار وبشكل منتظم على حضور أهم الفعاليات التعليمية والمناسبات العامة في قطر، ومنها حفل تخريج أفواج معهد الدوحة العالي. وتولت الشيخة العنود الهاجري العديد من المناصب، وهي رئاسة مجلس إدارة متحف قطر ورئاسة مجلس إدارة مؤسسة الدوحة للأفلام. وكان أحد الظهور للشيخة العنود مانع عبد الهادي الهاجري في مدرجات كأس العالم المقامة في قطر 2022. أبناء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من زوجته الثانية الشيخة العنود مانع عبد الهادي الهاجري أربعة، هم الشيخة نائلة وهي من مواليد عام 2010، والشيخ عبد الله ولد في 28 سبتمبر عام 2012، والشيخ جاسم وهو من مواليد 2012.
و13 والشيخة موزة. ولدت في 19 مايو عام 2018. ولفتت الشيخة العنود الهاجري زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأنظار إليها خلال تفاعلها وتواجدها على مدرجات أحد الملاعب في مونديال قطر، حيث ظهرت بجانب زوجها الشيخ تميم خلال مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث حظي تواجدها أثناء إحدى مباريات المونديال على مدرجات كأس العالم تفاعل الجماهير العربية والقطرية بسبب قلة ظهورها العلني في المناسبات والفعاليات التي تقام في بلادها قطر، فيعتبر هذا ظهور مميزا لها. تزوج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمرة الثالثة في عام 2014 من الشيخة نورة بنت هزال الرجباني الدوسري، أي بعد أن تولى حكم قطر بعام واحد، وهي الزوجة المدللة نظرا لجمالها الشديد، وهي من عائلة عريقة وشهيرة في دولة قطر، وهي ابنة أحد أشهر وأكبر العائلات في العالم ودولة قطر عائلة الدوسري. الشيخة نورة بنت هزال الرجباني الدوسري ولدت في مدينة الدوحة في قطر، وهي سيدة تحمل الجنسية القطرية الأصل وتعتنق الديانة الإسلامية مذهب أهل السنة والجماعة، وتقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وهي سيدة أعمال خيرية مشهورة وحاصلة على شهادة البكالوريوس. أبناء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من زوجته الثالثة الشيخة نورة بنت هزال الرجباني الدوسري ثلاثة، وهم الشيخ جوعان ولد في 27 مارس عام 2015، الشيخ محمد ولد في 17 يوليو عام 2017، الشيخ فهد ولد في 16 يونيو عام 2018. وانفصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن زوجته الثالثة الشيخة نورة بنت هزال الرجباني الدوسري، ولم يذكر أسباب الانفصال.